تعالوا زي ما احنا متعودين نروح نتعرف على الخبر الثقافي اللي معانا النهارده ونرجع نبتدي حلقتنا على طول. والخبر اللي معانا النهارده هو عن الهيئه المصريه العامه للكتاب برئاسه الدكتور احمد بهي الدين العساسي، اعلنت فتح باب التقديم لجائزه معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54 لسنه 2023، وده بدايه من شهر ديسمبر ان شاء الله 2022 ولحد شهر يناير 2023 بالتوفيق للجميع. وده كان الخبر الثقافي اللي معانا النهارده.